السلام عليكم. بنكمل مشوارنا في طريق النصر اللي عملناه من شوية في الفيديو اللي فات. ده طريق النصر، وانت جاي دلوقتي معدي جنب نادي المقاولين العرب، وهنا مقابر، هنا بنزينة، هنا مستشفى الصدر. انت كده وصلت لنادي السكة والتقاطع مع امتداد رمسيس. ده كوبري اكتوبر والمطالع والمنازل بتاعت كوبري اكتوبر مع طريق النصر. الامتداد بتاع امتداد رمسيس اللي هو ماشي كده، ده هيبقى اسمه، او يعني اتعمل دلوقتي اسمه، محور المشير طنطاوي. وده بيمشي كده بيعدي شمال منطقة المقطم، وبيعدي هنا جنب استاد الدفاع الجوي، وبيدخل معاك في ايه، بيعدي، ما بيتقاطع مع الطريق الدائري، وبيدخل معاك في القاهرة الجديدة. وده عايز فيديو لوحده يعني، او يعني اهو باين قدامكم. طيب وصلنا دلوقتي للتقاطع مع امتداد رمسيس. هنعدي هنا هنلاقي على يمنا وزارة النقل، هيئة الطرق والكباري. هنمشي تاني، احنا قلنا الجزء الاحمر ده طوله كام كيلو؟ طوله 11 كيلو. وصلنا هنا لاول تقاطع وكوبري جديد اسمه شارع الفنجري. ده شارع الفنجري طبعا كلنا عارفينه، كان في كوبري الفنجري مع طريق صلاح سالم، دلوقتي بقى فيه هنا مع طريق النصر. طريق النصر اللي هو الاحمر اللي احنا ماشيين عليه ده، هتلاقي بعد كوبري الفنجري هتلاقي هنا نادي مدينة نصر قبل كوبري الفنجري. هتلاقي هنا كليات جامعة الأزهر، المستطيل ده كله كليات جامعة الأزهر. هتلاقي على شمالك مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. في طريق أزرق أهو اللي هو رايح ليوسف عباس، ده اللبني ده اسمه يوسف عباس، والأزرق ده اسمه عبد العزيز الشناوي. بيوديك لفندق الماسة، هنا فندق ضخم جديد اسمه فندق الماسة، جنبيه منطقة عسكرية، وهنا منطقة برضو خضراء أو حديقة، غالبا هي تابعة لمستشفى دار الفؤاد ولفندق الماسة. بعد كده في هنا المنصة عارفينها طبعا، والجندي المجهول او النصب التذكاري للجندي المجهول. ورا النصب التذكاري للجندي المجهول هتلاقي استاد القاهرة وملاعب استاد القاهرة اللي واضح ان بيحصل فيها تجديدات كبيرة الفترة دي. في نادي الزهور هنا على الناصية دي، نادي كبير هنا اسمه نادي الزهور جنب استاد القاهرة على طول. التقاطع ده بقى اسمه تقاطع يوسف عباس، برضو اتعمل فيه كوبري تاني جديد. هنا التنظيم والإدارة، وهنا موبيل، الموبيل دي بنزينة يعني. بعد كده هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، المبنى ده. بعد كده التقاطع تاني اسمه كوبري الشهيد هشام بركات الله يرحمه، هنا مسجد رابعة، وده ميدان رابعة طبعا كلنا عارفينه. بعد كده بتعدي كوبري الشهيد هشام بركات، وده كوبري تالت كمان جديد اتعمل في تقاطعات طريق النصر. بعد جامعة رابعة بتلاقي على يمينك الإدارة العامة للمرور، وبتلاقي مرور مدينة نصر معاها. بعد كده طيبة مول، طيبة مول انت كده على بعد حوالي 3 كيلو من امتداد رمسيس. احنا مشينا كده من ال 11 كيلو مشينا 3 كيلو من المسافة. في على النصر هنا مبنى تابع للمخابرات الحربية، ودي منطقة عسكرية. في طريق هنا اهو اللي هو ده اسمه شارع احمد تيسير، ده جايبك من المخابرات دي، بيعدي في وسط المنطقة العسكرية دي. الشارع ده ما كانش مفتوح زمان، كان الحتة دي كلها مقفولة، وبيمشي شارع احمد تيسير ده بيك عشان يوديك لغاية محطة مترو كلية البنات اللي هو شارع المرغني. بتوصل هنا شارع المرغني عند كلية البنات ومنطقة الجولف في مصر الجديدة يعني. وزي ما انتم ملاحظين هنا ان طريق النصر او الاوتوستراد بقى ماشي من الغرب للشرق بعد ما كان ماشي من الجنوب للشمال، لانه خد كذا لفة كده بعد ما بقى ماشي شمال شرقي، لف تاني هنا قبل ما يدخل على يوسف عباس. اللفة دي خلته متجه للشرق بدل ما كان متجه للشمال الشرقي او متجه للشمال. احنا وصلنا لشارع احمد تيسير اللي هو معدي في المنطقه العسكريه في بدايه المخابرات الحربيه دي، ورايح كليه البنات. ده طيبة مول، احنا كده قدام شارع احمد تيسير وطيبة مول. بتمشي نص كيلو تاني فهتلاقي نفسك على اول عباس العقاد، بس انت خلاص دلوقتي في كوبري اتعمل قصاد عباس العقاد او قصاد اول عباس. الكوبري ده عشان تطلع على طول في طريق النصر من غير ما تدوش بالزحمه بتاعه عباس العقاد. فانت لو ما طلعتش الكوبري ده هتضطر تدخل في عباس العقاد
ومش هتقدر تكمل على طول كده هوتي في اتجاه طريق النصر. لو عايز تكمل على طول في اتجاه مصر الجديدة او في اتجاه النزهة والمطار، يبقى خليك فوق الكوبري، ما تمشيش تحت. تمام، احنا كده وصلنا للجامعة العمالية. بعد كده بنمشي تاني، بنلاقي قسم اول مدينة نصر، وبنكمل تاني شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء. هنا في جراج عربيات او اتوبيسات. طبعا ده شارع النزهة يا جماعة، الشارع اللي طالع كده في الشمال ده، ده شارع النزهة الطويل جدا اللي رايح لغاية ميدان الحجاز. ده ميدان الحجاز في مصر الجديدة، واحنا عملنا فيديو قبل كده اتفرجنا فيه على شوارع مصر الجديدة، بيعدي على ميدان السبع عمرات. فمش وقته دلوقتي ان احنا ندخل في مصر الجديدة. وفي شارع النزهة ده هتلاقي هنا دار الدفاع الجوي. بنكمل تاني كده، هتلاقي هنا بقى ايه شارع مهم جدا طبعا، اللي هو شارع مكرم عبيد. ده موازي لعباس العقاد، بس عباس العقاد اطول واكثر اهمية. ده هنا كده انت عند اول مكرم او اول شارع مكرم عبيد في طريق النصر. لو دخلت كده شوية هتلاقي نفسك في سيتي ستارز، ولكن هنمشي كده على طول، هتعدي هنا على دار الامداد والتموين. دي كلها تبع القوات المسلحة، اسمها دار الامداد والتموين، ودي دار الحرب الالكترونية. انا حضرت افراح في المكانين دول بصراحة يعني. بعد دار الامداد والتموين والحرب الالكترونية وبعد اول عباس بشوية، هتلاقي على شمالك الدخلة دي هي شارع عمر بن الخطاب. ده شارع مهم جدا، بيجيبك منين؟ جاي بيك من طريق الثورة او شارع الثورة، اللي هو طريق السويس، طريق السويس السريع اللي احنا هنوصل له برضو دلوقتي بعد شوية. اما الطريق الاخضر ده او الشارع الاخضر ده اسمه شارع احمد فخري. احنا بنكمل تاني كده، في شارع تاني برضو هنا اللي هو شارع البنفسجي، ده اسمه شارع ابراهيم الشيخ، ده بيوصلك برضو لطريق السويس. بنوصل لشركة وادي النيل للمقاولات والهيئة العامة للرقابة الصحية. في شارع هنا اسمه شارع حسن المأمون. شارع حسن المأمون ده من الشوارع الرئيسية برضو اللي في مدينة نصر، وبيتقابل مع مصطفى النحاس تحت عند مدرسة المنهل. انت كده وصلت، مادام وصلت حسن المأمون يبقى انت وصلت عند النادي الاهلي. المكان ده اسمه النادي الاهلي، دي هيئة الابنية التعليمية. في هنا شوية مدارس خاصة وتجريبية، في مناطق عسكرية كتير هنا ورا النادي الاهلي. خلينا دلوقتي احنا عند النادي الاهلي. بوصولك للنادي الاهلي انت كده تعتبر مشيت 5 كيلو او 5 كيلو وربع من امتداد رمسيس. قدامه هنا المستشفى البيطري للقوات المسلحة برضو، وبتكمل تاني. اما الشارع الموفا والبنفسجي ده اللي داخل ورا النادي الاهلي، ده اسمه شارع الطاقة، الشارع الرفيع ده اللي داخل ورا النادي الاهلي هنا. فالنادي الاهلي يعتبر مثلث ما بين طريق النصر وما بين شارع حسن المأمون وما بين شارع الطاقة ده. بتكمل بعد كده بتلاقي هنا مناطق عسكرية وهنا منطقة عسكرية برضو. بتوصل بقى لمكان مهم جدا اتغير كتير عن زمان، اللي هو تقاطع طريق السويس مع طريق النصر. زي ما انت شايفين الكباري كترت خالص في الحتة دي، والمرور بقى حر في الاتجاهات كلها. وفي كمان مبنى على النصر هنا ضخم جدا جدا، اتعمل جديد يا دوبك افتتحوه في 2019، اسمه سيتي سنتر المازا. ده مول ضخم جدا جدا، طوله كده حوالي نص كيلو وعرضه كده حوالي 300 متر، فده حاجه ضخمه جدا. هو عباره عن مول ومجمع سينمات وحاجه كبيره خالص كده شبه سيتي ستارز، بس اعتقد مش متعدد الطوابق قوي زي سيتي ستارز. بنكمل كده تاني، انت كده وصلت هنا في التقاطع ده، وصلت عند مدارج مطار المازا، وصلت هنا عند دار القوات الجوية، وكمان وصلت هنا عند شارع الملتقى العربي، وده شارع المشير احمد اسماعيل. ده مطار المازا اللي هنعرف عنه بعض المعلومات بعد شوية. بتكمل تاني انت في طريق النصر، وبتوصل تلاقي هنا نادي وادي دجلة، بعد كده محطة مية، بعد كده مركز معلومات شبكات المرافق في القاهرة كلها. ده مفيش مبنى زيه تاني في القاهرة، بيجمع خرائط للمرافق كلها اللي في القاهرة، اللي فوق الارض وتحت الارض. هنا في مركز طبي او صحي اسمه مركز الشيراتون، ده صندوق تحيا مصر، ومركز معلومات تاني برضو دعم اتخاذ القرار. في هنا بنزينة. وبنكمل تاني كده، خلاص احنا كده دخلنا جنب مطار القاهرة، الطيارات باينة اهو. بنلاقي مبنى مهم تاني اسمه سان سيتي مول، ده افتتح تقريبا من حوالي 5 6 سنين، موجود كده في اواخر طريق النصر. كده احنا بقينا في منطقة النزهة ومنطقة الشيراتون هنا هيا، وانت كده جنب مطار القاهرة. يبقى بالخط الاحمر ده كده بنهايته هنا، يبقى كده انتهى طريق النصر الاوتوستراد. عندك بعد كده هنا ده الازرق ده اللي هو صلاح سالم طريق المطار،
وهنا ده جوزيف تيتو، لكن ده شارع جسر السويس. مطار ألمازا، مطار ألمازا أو قاعدة ألمازا الجوية هو أول مطار مصري تبنيه مصر ليكون تحت سيطرتها التامة. يقع المطار شمال شرق القاهرة وبمقرب منه مطار القاهرة الدولي. بدأ العمل في بنائه عام 1930 وافتتح سنة 32 يوم 2 يونيو. شهد المطار كثير من الإنجازات منذ يوم افتتاحه، والمطار اليوم هو قاعدة جوية تابعة للقوات الجوية المصرية. التاريخ بتاع المطار، كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني ولم يكن مسموح لأي طائرات سوى طائرات الخطوط الجوية البريطانية باستخدام المطار الوحيد بالقاهرة، وهو مطار هليوبلس الذي استخدمته طائرات سلاح الجو البريطاني أثناء وبعد حرب العالمية الأولى. فرأت الحكومة المصرية أن تنشئ مطارا مصريا خاصا بطائراتها، وبدأ التنفيذ الفعلي في مطار ألمازا عام 1930. وفي 23 مايو 32 أقلعت 5 طائرات تايجر موث مصرية من أصل 10 من قاعدة هاتفيلد الجوية شمال لندن. حلق الطيارون المصريون الثلاثة الأوائل عبد المنعم مجاويتي وأحمد عبد الرازق وفؤاد عبد الحميد حجاج وإثنان بريطانيون بالطائرات، وهبطوا في قاعدة ألمازا الجوية في يوم 2 يونيو وسط احتفال شعبي كبير بحضور الملك فؤاد، وبذلك افتتح المطار. ما اعتقدش انهم خدوا رحلة مباشرة طبعا من يوم 23 مايو لغاية 2 يونيو، دي حوالي 10 ايام اكيد كانوا بينزلوا في مطارات تاني في وسط السكة. وبذلك اصبح مطار ألمازا هو اول مطار مصري افتتحه الملك فؤاد، اما ثاني مطار تم انشاؤه فهو مطار الدخيلة بالاسكندرية. بيقول لك في 5 فبراير 62 استقبل رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين في المطار، وكان في استقباله زكريا محي الدين. ده زكريا محي الدين احد كبار رجال ثورة يوليا، وده رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين، فاستقبلناه هنا في مصر سنة 62. اما الوضع الحالي، المطار اللي اصبح قاعدة جوية تابعة للقوات الجوية المصرية. شهد المطار كمان بعض الحوادث تقدروا تقروها دلوقتي حالا، ده من موقع ويكيبيديا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.